بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيكم في تدريب دعم الحياة المتقدم. راح نبدأ مع المحاضرة الأولى، التشخيص والتدبير المبكر لتوقف القلب. طبعا يعني وفقا يعني التقارير والدراسات اللي أجرتها مراكز CDC، ما زال الأمراض القلب هي السبب الرئيسي للموت في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا مسؤول عن 600 ألف حالة وفاة سنويا. طبعا حتى الآن ما زالت الأبحاث متواصلة مشان تحسين كيفية الاستجابة لتقنية إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ. طبعا يعني عم يتم تحديث هاي الأبحاث بشكل دوري ووفق يعني استجابة منهجية بتسمى سلسلة الحياة، اللي بتبدأ بدعم الحياة الأساسي. طبعا سلسلة البقاء على قيد الحياة للمرضى هي أفضل فرصة لتلقي الرعاية اللازمة والعودة إلى الحياة الصحية. لنعرف توقف القلب، توقف القلب هو عملية توقف انقباض العضلة القلبية بشكل مفاجئ، هذا بيؤدي إلى توقف الدورة الدموية وتوقف الجهاز التنفسي عن العمل. لازم نوجد علامات توقف القلب مجتمعة، اللي هي فقدان الوعي وتوقف التنفس وتوقف النبض. يعني الثلاثية لنشخص توقف القلب هي اجتماع فقدان الوعي مع توقف القلب والتنفس والنبض يعني والتنفس. لنحل أسباب توقف القلب المفاجئ، ممكن تكون بعض الحالات مرضية بالقلب، وهي أشياء صراحة مثل اضطرابات النظم مثل الرجفان البطيني، نقص التروية القلبية، ممكن أحيانا الصدمة الكهربائية سبب توقف قلب مفاجئ، إجراءات زائدة من الأدوية خاصة يعني الأدوية اللي يساء استخدامها، اضطرابات الشوارد البوتاسيوم مثلا ممكن يسبب لنا توقف قلب ارتفاعه أو انخفاضه، ممكن الحوادث الخطيرة من الردود إلى آخره ممكن تسبب لنا توقف قلب مفاجئ، بآلية رضية نزفية أحيانا، الحساسية المفرطة مثل مثلا واحد أخذ دواء وتحسس له، الاختناق سواء ممكن يكون بسبب مفرزات أو بسبب أحيانا الغصة أحيانا أثناء الطعام، وأخيرا أحد أسباب توقف قلب مفاجئ هو الغرق، لما بيصير في عنا غرق في ماء عذب أو مالح. طبعا عملية الإنعاش القلبي الرئوي هو عملية إسعافية بيقوم فيها مسعف، ممكن يكون طبيب ممكن يكون مريض وممكن يكون شخص طبيعي، لأنه معظم هاي العمليات يعني تجرى بشكل يدوي. الهدف منها أنه نحافظ على الدورة الدموية والتروية للأعضاء الحيوية، ونسمح للدوران العفوي أنه يعود عن طريق ضغط الصدر، وعملية ضغط الصدر تؤدي إلى يعني جر الدم باتجاه الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى. طبعا العملية الثانية اللي بيهدف الإنعاش القلبي الرئوي هو تزويد بالأكسجين. تزويد الأكسجين بشكل يعني بسيط يتم عن طريق التنفس الاصطناعي، يعني ممكن عن طريق الفم إلى فم أو عن طريق القناع مع الأمبو، وممكن وصله يعني فيما بعد بالدعم المتقدم إلى الأنبوب الرغامي وعبر المنفسة. فإذا عمليتين، عملية ضغطات صدرية عشان نحافظ على التروية الدموية، وعملية إعطاء التنفس أو تزويد الأكسجين عن طريق التنفس الاصطناعي. هاي سلسلة الحياة اللي هي عبارة عن مجموعة متكاملة بتطلب الإنعاش الناجح، سلسلة أحداث عددها 6 منسقة، ما ممكن يعني فصلها عن بعضها، لذلك سموها سلسلة. والسلسلة مثل ما بتعرفوا بس انقطعت أحد السلاسل يعني لا يمكن وصلهم ببعض. إذا هاي السلاسل الستة يجب أن تكون موجودة حتى يكون الإنعاش ناجح. هي سلسلة حوادث يعني مرتبطة ببعضها من أجل إبقاء المصاب أو المريض على قيد الحياة. أول يعني خطوة من السلاسل هو تفعيل نظام استجابة الطارئة. يعني أنا ما فيني أعمل إنعاش قلبي رئوي لحالي كشخص حالي، لازم حدا يساعدني، ممكن أنا أضغط، واحد يساعدني بالتهوية، شخص ثاني يعمل
الصادم الكهربائي، إذا هي يعني مجموعة من الناس. فأنا إذا عملت إنعاش قلبي رئوي ممكن ينجح، لكن قد لا يمكن يعني استكمال باقي السلسلة. فالخطوة الثانية بعد أنا ما أفعل نظام الطوارئ، وبالتالي رح نبعت حدا يساعدني، نبلش إنعاش قلبي رئوي بشكل مبكر. يعني مباشرة أنا فعلت نظام الطوارئ، بدأنا الإنعاش قلبي رئوي يعني جزئيه، يعني التمسيدات والتنفس الصناعي. بس إجا الصادم مباشرة، كمان الإزالة السريعة للرجفان عن طريق مزيل الرجفان. فتصور أنت تعمل إنعاش قلبي رئوي وما يجي مزيل الرجفان، والمريض رجفان بطيني أو سرة بطيني وما بتحسن تعالجه، إذا نقصت وحدة من السلاسل. أو أنت ما صرخت لحدا وبلشت إنعاش قلبي رئوي وما حدا جاب لك الأنبوب، وبلشت أنت تعطي فم لفم وممكن ما يكون فعال. فإذا دخلنا يعني عرقلات، وأحيانا بيجي الصادم وما بيكون فعال، أو ما بيكون مثلا بيتأخر الصادم، فهذا كله بيأخر عملية الإنعاش. طيب إجا الصادم ونحن بلشنا إنعاش قلبي رئوي مبكر وما في أدوية، إذا السلسلة اللي بعدها هي الدعم الحيوي المتقدم. الدعم الحيوي المتقدم هي عبارة عن يعني الدعم المتقدم للطريق الهوائي، مثل التنبيب وإعطاء الأكسجين 100%، وإعطاء الأدوية الفعالة اللي رح نحكي فيها بمحاضرة متقدمة. وأيضا عكس يعني الأسباب اللي ممكن إذا عكسناها يتحسن المريض، مثلا فرط البوتاسيوم، بلشنا بمعالجة فرط البوتاسيوم ممكن يتحسن المريض. إذا هذا هو الدعم الحيوي المتقدم، كمان هو جزء مهم من هاي السلسلة. أنت عملت أزلت الرجفان وعملت إنعاش جيد، لكن ما عرفت، ما عندك الإجراءات المناسبة من الأدوية، ما عندك الأدوية المناسبة، فقطعت السلسلة. السلسلة اللي بعدها هي الرعاية بعد توقف القلب. إجا رجع الدوران العفوي، جيت بدك تحافظ على الأكسجة، تحافظ على النبض، صار عنده اضطرابات نظم المريض بعد توقف القلب، المريض بحاجة، هو كان أساسا توقف قلب بسبب جلطة قلبية، إشعاع قلبي، فبحاجة تحط له شبكة أو مثلا تسرب حالات خسرة حسب الحالة، وما عملت له هذا الشيء، فأنت كمان أثرت على سلسلة الحياة. والسلسلة الأخيرة وهي سلسلة جديدة، سابقا يعني قبل التحديثات الحالية اللي نزلت ب 2021 ما كان في سلسلة التعافي. سلسلة التعافي هي حتى بعد الرعاية التالية توقف قلب، المريض ممكن يعني يعاني من آثار السكتة القلبية اللي صارت معه توقف القلب، فلازم رعاية حتى ما بعد التعافي. احنا ليش عم نعمل انعاش قلبي رئوي؟ وليش منأسرع بالضغطات الصدرية؟ وليش منأسرع بإزالة الرجفان؟ لأنه أي انعدام للدم المؤكسج للعضو الحيوي المهم في الجسم وهو الدماغ أكثر من 4 دقائق ببلش بقى التلف المؤقت في الدماغ. وبتعرفوا الدماغ هو يعني الجزء الحيوي في الجسم، فأي تلف في الدماغ ما يعني حتى لو نجح الإنعاش فأنت أمام شخص إنباتي. وبين 4 و10 دقائق راح تحدث الوفاة طبعاً. إذا 4 دقائق ممكن يصير لنا تلف مؤقت بالدماغ، بعد 4 دقائق وحديت 10 راح تحدث الوفاة نتيجة انعدام الدم المؤكسج. هذا المخطط عشان يبين لك 4 دقائق و10 دقائق. بين 0 و4 دقائق هون في عنا المرحلة الكهربائية، لسه كهربائية الدماغ لسه شغالة، هذا تخطيط دماغي عم تنزل القدرة القلبية مثل ما احنا شايفين. إذا الفعالية موجودة حديت 4 دقائق، بعد 4 دقائق إذا ما ضل تروي بلش الفعالية بتنخفض كثير لحديت ما بيضل لنا فعالية أبدا، حتى يعني ينعدم الفعالية الدورانية، فبالتالي بتوقف القلب بعد 10 دقائق ويعني بيؤدي إلى الوفاة. إذا هون المرحلة الاستقلابية بعد 10 دقائق يعني على الفاضي، شايفينها دماغيا ما في شيء المريض والقلب ما فيه أي قدرة قلبية. إذا الإنعاش المبكر سواء بالتمسيدات وإعطاء النفس وإزالة الرجفان المبكرة بالدقيقتين الأوليتين، يعني احنا قلنا 4 دقائق، فأول دقيقتين إذا بلشت أنت تمسيدات وأزلت الرجفان
هذا بيؤدي للنجاة عادة في أكثر من 60% من الحالات، وأظن معظمكم انتبه إنه لما بتعمل إنعاش بالمشفى، لما بيصير في عندنا حالات توقف قلب المشفى، أحيانا بينجح كثير معنا الإنعاش إنه نكون جنب المريض، وأحيانا كثير بيفشل الإنعاش لما بيجيك المريض على الإسعاف، لأنه الله أعلم شد هو مطول قبل العملية.